السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مستر محمد مختار معلم أول اللغة الإنجليزية أعزائي طلاب الصف الثالث الإعدادي دلوقتي معانا تشابتر 2 في بلاك بيوتي في قصة بلاك بيوتي ولكن في الأسئلة الخاصة به اللي هتكون عندنا في بيج 71 صفحة 71 هنفتح مع بعض عشان سوا كده يا شباب match the words with the definitions وصل الكلمات بتعريفاتها flooded اللي هو فاضة طبعا هتبقى covered in water يعني غطية بالماء او اتغطي بالميه، crash اللي هو اصطدام هيكون يا شباب جي الاود noise ضوضاء عاليه when something breaks بريكس لما شيء بيتحطم، shout speak very loudly شاوت طبعا يصيح يبقى يتحدث بصوت عالي، ليد اللي هو قادة تبقى took someone to a place انك تاخد شخص ما الى مكان. كولابسد انهار fill down suddenly يعني يسقط فجأة ان هتكون a small hotel يعني فندق صغير فيد اللي هو اطعمة الماضي من فيد طبعا هتكون given food اعطي طعاما incredible اللي هو مذهل هتكون طبعا amazing يعني مذهل برضو put the events in the correct order ضع الأحداث في الترتيب الصحيح 1 uh, black beauty took square gordon and john on a long journey اخذ سكوير uh, جوردن وجون لرحله طويله 2 uh, during the journey اثناء الرحله there was a lot of rain and wind كان في كثير من المطر والرياح 3 uh, on the way home في طريق العوده للبيت a big tree suddenly fell down across the road في شجره كبيره فجاه سقطت uh, عبر الطريق 4 uh, they drove back along uh, يعني قادوا العربة uh, وعادوا a different road من طريق مختلف until they reached the bridge حتى وصلوا إلى الجسر أو الكبري 5. Uh, black beauty stopped on the bridge توقف black beauty على الجسر 6. john asked what the matter beauty سألوا ما الأمر يا beauty 7. a man shouted from the other side of the bridge رجل صاح او صرخة في الجانب الاخر من الكوبري او الجسر ايه ذي جوت هوم سيفلي عادوا بامان للبيت تو بيرتوك بارك الى uh, منتزه بيرتوك انسر ذا following كويستشنز واي ديد بلاك بيوتي ستوب اون ذا بريدج لماذا توقف بيوتي uh, على الجسر بيكوز هي فيلت something جرونج وذ ذا بريدج لانه شعر ان في شيء خطا في الكوبري حاجه مش مظبوطه فيه Why did Square Gordon try to make Black Beauty cross the bridge? لماذا حاول سكوير جوردن أن يجعل بيوتي يعبر الكوبري أو الجسر؟ Because he wanted to return home as soon as possible. لأنه كان عايز يرجع للبيت بأسرع ما يمكن. How did Square Gordon feel when he found out that the bridge was broken? كيف كان أو كيف شعر سكوير جوردن عندما اكتشف أن الجسر كان مكسور؟ He was happy with beauty كان مسرور أو سعيد من بيوتي and thanked him وشكره. choose the correct answer from A, B, C or D uh, Square جوردن and his wife decided uh, to visit some friends about 60 kilometers away قرروا uh, قرر هو وزوجته أنهم يزوروا بعض الأصدقاء يبعدوا حوالي 60 كيلو متر. Uh, at the end في الفندق جينجر اند بلاك بيوتي وير جينجر وبلاك بيوتي were fed and brushed طبعا هما الاتنين أطعموا ونظفوا. in the middle of the night في منتصف الليل بلاك بيوتي woke up استيقظ بلاك بيوتي and saw that ورأى ان the air was filled with smoke الهواء كان ممتلئ بالدخان. بلاك بيوتي stopped feeling frightened توقف عن شعوره بالخوف because John spoke so softly to him لأن جون تحدث له برقة أو بنعومة uh, Ginger told Black Beauty that أخبرت uh, Black Beauty إنه he had saved her إنه إيه إنه أنقذها Square Jordan's friends respected John because يعني اصدقاء سكوير جوردن احترموا جون لانه اتس فيري hard to move horses when there is a من الصعب جدا نقل الخيول عندما يكون هناك حريق. ذا كوتيشن انسر ذا اقرا الاقتباس اللي عندنا ده واجب على السؤال، الاقتباس ده بيكون جمله اتذكرت في القصه عندنا وبيتسال عليها سؤال "Come on my beautiful horses تعالوا خيولي الجميله" wake up please استيقظوا من فضلكم it's time to go حان وقت الذهاب why was this the correct way to talk to black beauty during the fire لماذا كان ذلك هي الطريقة الصحيحة لكي نتحدث إلى بيوتي أثناء الحريق طبعا because beauty was very frightened لأن بيوتي كان خائف جدا مرعوب and he needed to be quiet وكان محتاج أن يكون هادئ طبعا عشان يخرج من الايه من ال من الفايل Uh, write a paragraph about a time when you were frightened. إكتب فقرة عن وقت إنت كنت فيه خائف. Uh, how did you feel؟ كيف شعرت؟ What helped you؟ uh, وماذا ساعدك؟ طيب هنقول حاجة بسيطة كده: uh, last week الأسبوع الماضي I hear the noise in the kitchen. سمعت ضوضاء أو دوشة في المطبخ while I was sleeping بينما أنا كنت نائما. There was a thief. كان في لص سو اي فيلت فيري فرايتند لذلك شعرت اني خائف جدا اي كودنت موف لم استطع ان اتحرك ماي فادر كوت هيم ابي مسكه and called the police واتصل بالشرطه ذات came and arrested him اللي جاءت والقت القبض عليه